كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ويتجدد اللقاء مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومع برنامجكم عابر سبيل. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين، الله يحفظك، جزيت الجنة. إذن شيخنا، تكلمنا في البداية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وذكرنا معنى كلمة عابر سبيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى وتدرج بالعبد بعد أن قال له كن غريبا، ثم ذكر المرحلة الأصعب والتي يجب أن يكون عليها، وهي عابر سبيل. شيخنا يقولون: إذا كان أو إذا كنت لا تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق تؤدي إلى هناك. إذا كان الواحد ما يعرف وين هو رايح فكل الطرق تؤدي إلى هناك. يجب أن يكون هناك خط مرسوم، خط واضح المعالم للشخص الذي يريد أن يتحرك في حياته، فكيف بعابر السبيل الذي يريد أن يتحرك إلى آخرته؟ هل يمكن لعابر السبيل أن يمشي دون خط قد رسمه لنفسه في سبيله إلى الله أو في فراره إلى الله تبارك وتعالى؟ تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت قديما أسأل سؤالا في محاضراتي ودروسي وفي مجالسي الخاصة، وأقول لمحدثي: لماذا خلقت؟ لم أجد تقريبا أحدا استطاع أن يجيب إجابة هو يعتقدها بخصوص هذا السؤال، إنما يجيب الإجابة التي يجيبها كل إنسان. واخد بالك؟ إذا كان رجلا ملتزما يقول: إنما خلقت لأعبد الله. طب عبادة الله ده حاجة ما هي متسع، نعم، يعني تعبد الله بماذا؟ ورجل آخر يقول: خلقت لأعمر الدنيا. لهم إجابات متبينة، لكن لم أجد أحدا أجاب عن هذا السؤال إجابة هو يعتقدها ويعمل بمقتضاها. لم أجد هذا الشخص الحقيقة في كل من سألتهم هذا السؤال: لماذا خلقت؟ هذا هو السؤال الكبير الذي عجز أكثر الناس أن يجيبوا عليه إجابة عملية. نعم، يجيب إجابة نظرية نعم، لكن إجابة عملية لا. إذا قلنا إن في تهيج للعبد قبل، في صحيح البخاري قلنا: الكلام سياق وسباق ولحاق. نعم، قلنا السباق هيج العبد العابر السبيل إنه ينطلق إلى غايته وعنده مشوق شديد، اللي هو اللهم اللي هو لا عيش إلا عيش الآخرة. نعم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي التي تبقى والتي فيها الجنة والتي فيها الخلود وليس فيها سخط إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستوف غضبه في الدنيا. لو استوفى الله عز وجل غضبه في الدنيا ما قبل توبة تائب. الله أكبر. نعم، وهذا ظاهر في قوله في حديث الشفاعة، عندما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام وإلى نوح عليه السلام وإلى بقية الأنبياء من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم، كل واحد من هؤلاء يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. الله أكبر. ما غضبه قبل ذلك قط، أي في الدنيا، أي في الدنيا، تمام، كما قلت، لأنه لو غضب، لو استوفى غضبه ما قبل التوبة تائب إطلاقا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، هي دي العقوبة، إن أن يفنيهم جميعا ولا يبقى منهم أحد. طيب، وبعد بعد
إذا طبعا دخل أهل الجنة قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله أكبر. هو ده عيش الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. عيش الآخرة، اللهم آمين يا رب. عيش الآخرة أن تعيش في جنة ونعيم، وأن ترى ربك سبحانه وتعالى في كل أسبوع، وأن ترى النبيين وما خطر على بالك من أي شيء من المتعة تجدها. وليس هذا فقط، بل يفتح على المؤمن نافذة إلى الجحيم وهو في الجنة، إلى الجحيم، ويقال هذا مقعدك لو كفرت. الله أكبر. هذا مقعدك لو كفرت. فتخيل واحد عايش في هذا النعيم المقيم، وبعدين يتفتح له نافذة من الجحيم ليرى هؤلاء الذين يتضورون في النار، ويقال هذا مقعدك، فيزداد حمدا لربه سبحانه وتعالى، ويزداد معرفة بقدر النعمة التي يعيش فيها، لأنه بضدها تتميز الأشياء. طبعا بالضبط كده، بالضبط كده. فهو إذا كان لا عيش إلا عيش الآخرة، يبقى هدف تحدد، هدف تحدد. عيش الآخرة ده بقى أن تعيش لله تبارك وتعالى عبدا، ومعنى العبودية أنك لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. أنا عايز أفهم والله بالتعريف ده، كل بني آدم يحط التعريف ده على نفسه، هل هو فعلا لا يحرك ساكنا فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى يعني، والقيام بأوامره تبارك وتعالى ونواهيه؟ هل المقصود بهذا فيما يتعلق بالعبادات أم حتى بالعادات؟ يتعلق بحياته كلها، حياته كلها، عبادات حياتي وعادات، حياتي كلها، بحياتي كلها، لأن ما من شيء إلا ولله فيه حكم. نعم. عرفه من عرفه وجهله من جهله. فالعبودية إنه غير مأذون لك أن تفعل شيئا، كأن تحرك ساكنا أو أن تسكن متحركا، إلا إذا سئلت هل عندك دليل بهذا؟ يوم انطلقت إلى فعل هذا الفعل أذن لك؟ وما أجمل كلمة سفيان الثوري رحمه الله عندما قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إذا كنت عايز تهرش حبذا يكون معك دليل هرش، ما تقومش كده. طبعا دي مبالغة. نعم. يعني من سفيان في الاتباع، زي مثلا قول إبراهيم النخعي رحمه الله لما سئل عن العقيقة فأراد أن يبين شدة استحبابها فقال عق ولو بعصفور، ونحن نعلم أن العقيقة لا تجوز إلا من الأزواج الثمانية على الأقل يعني، أو على قول أكثر أهل العلم يعني، فعصفور لا يصح في العقيقة. تمام. فلكنه أراد أن يبين شدة استحبابها، وأنك لا تترك العقيقة حتى لو ذبحت ما لا يجزئ في العقيقة امتثالا للعقيقة. امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي اعتبره الإمام أحمد هو أشد حديث في العقيقة، قال كل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته فأريقوا عنه دما. فكلمة مرهون بعقيقته كأنه متكتف، مش هيتحل إلا إذا ذبحت، إلا إذا ذبحت عنه إيه، ذبحت عنه دما. فكلام سفيان الثوري في هذا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإحنا بنراقب التزام الناس في المستحبات وليس في الفرائض. يعني أنا متى أراقب ورع الناس؟ أراقب ورع الناس في الأشياء الدقيقة التي لا يكاد يلتفت إليها أحد. يعني مثلا أذكر الإمام البخاري وجد قذاة في المسجد، أذى يعني، أذى حصوايا يعني في المسجد، حب يشيلها، فلكنه يعني كره أن يتناول الحصى أمام الناس ويبقى كده بنظف الجامع وبتاع،
كده قصة كده بقى. نعم. تمام؟ خشية الرياء يعني. خشية الرياء. نعم. فيقول محمد بن أبي حاتم الغراق الذي كان يراقب أنفاس البخاري. كانش يراقب البخاري بس. كان يراقب أنفاس البخاري. محمد بن أبي حاتم الغراق ده اللي كان بيكتب للبخاري الكتب بتاعته. كان البخاري يمليه وهو يكتب. وهو يكتب. نعم. عشان كده قيل وراق من الورق يعني. كان يراقب أنفاس البخاري. فراقب البخاري هو طبعا شاف عينين البخاري راحت لمكان معين. ففضل مراقبه لحد ما وجد أن الناس انصرفت عنه فأخذ القذات وضعها إيه في جيبه. عشان لما يخرج من المسجد يلقيها. يلقيها في قبلك إزاي؟ ولما راح هو محمد بن الحاتم الوراق والبخاري عشان يشتروا جارية من السوق. فالمهم البخاري هو ماشي يعني تعرف إنسان هو ماشي في السوق بيحرك إيديه بتاع الكلام ده. المهم فوجئ محمد بن أبي حاتم الوراق بالبخاري بيقول له اشتري هذه الجارية سودة كودة يعني شكلها يقطع الخبرة من البيت زي ما بقوله يعني. فمحمد بن حاتم بص البخاري ايه ده؟ قال يا أبا عبد الله في أجمل من كده وأحلى من كده. قال طب ما اشتري دي جارية في الآخر يعني أنت يعني عشان تبص لخلقتها حتى على الصبح كده تحس إنها يعني حد يؤنسك. قال له لا اشتريها. محمد بن حاتم الوراق مستغرب جدا ازاي يشتري واحده بهذا المنظر يعني ما فهم العلم قبيحه جدا. نعم. امراه قبيحه جدا جاريه قبيحه جدا. تمام. فهم ماشيين بقى في الطريق بعد ما اشتروها قال له يعني انا مش فاهم تصرفك ده انت عملت كده ليه؟ قال لان يدي مستها لما حركتها مستها بدون قصد يعني البخاري بيعمل ايده كده ما صدقناه. نعم. تمام. خلاص طالما يدي مستها خلاص سبحان الله يبقى خدها. دي اللي اقدر اقيس بيها ورع الناس. اقدر اقيس بيها ورع الناس. ورع الناس انما يعرف بالدقائق وليس الصغيره وليس بعظام الامور. عشان كده احنا بنقول لما نحب نقيم انسان دائما ننظر الى نوافله وليس الى فرائضه. يعني مثلا اللي بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر ويوم ويوم والكلام ده هو مستحيل يفطر رمضان. صحيح. لكن اللي يصوم رمضان ممكن يضيع كل ده. لا يصوم اثنين وخميس ولا يصوم يوم ويوم ولا الى اخره. فقد حصن نفسه بحصن اول النوايا وبعدين الامتثال للفرائض وبعدين السنن وبعدين دخل على باب النوافل بالضبط كده وهو التقرب. فلا يمكن ان يضيع الفريضه يعني ده قصدي. يعني الصلاه يعني واحد بيقوم الليل كل يوم ازاي يقال ان هذا مفرط في الفرائض يعني؟ لا لا لا. فاحنا بنقيس دائما الورع ورع البني ادم بحرصه على دقائق الامور. نعم. يعني اذا اردنا ان نفاضل ما بين اشخاص وكلهم على درجه عاليه من العباده او من الورع لكن يبدا يفضل هذا ذاك بمساله التزامه الاكثر وهذه الدقائق لمساله مجرد بس بالزبط الخادمه بالزبط جعلته يشتريها بالزبط. رفع هذه الامور بالزبط. يعني فضيل بن يعني هارون الرشيد في مره لما ذهب الى الحج قال اين العلماء؟ هاتوا لي العلماء. جابوا له بقى سفيان بن عيينه جالس مع سفيان وحدثنا واخبرنا والكلام ده وبعدين في الاخر قال له يا ابا محمد الك حاجه؟ قال له والله في ديون لناس وفي كذا وكذا ومش عارف ايه. قال اعطوا ابا محمد ما يريد. تمام. هات لي فلان وفلان. دخل عليه مجموعه من اهل العلم في حجم سفيان بن عيينه كده سبحان الله. تمام. قال اريد رجلا لا يطلب مني شيئا. تعرف تجيبوا لي الرجل ده؟ قالوا انجبه لك. فقام العسس رايحين للفضيل بن عياض. فالفضيل بن عياض طبعا اول ما طرقوا عليه الباب قال من؟ قالوا اجب امير المؤمنين. قال مالي ومالي ولامير المؤمنين. قال اوليس له حق الطاعه؟ لما يقول لك تعالى تيجي. تمام. فهارون الرشيد بادر من نفسه كده وقال لا نحن نذهب الى ابي علي.
احنا اللي نروح له. أول ما راح هارون الرشيد ودخل بيت الفضيل بن عياض، كان الفضيل مولع شمعة طفاها وبقت الدنيا كحل، تمام؟ نعم. قال العسس اللي هم الجماعة اللي حوالين هارون يعني، فجعل هارون يتحسس طريقة، عمال يشوف يصطدم بترابيزة، يصطدم بحيطة، يصطدم بأي حاجة وكده. وجعل الفضيل أيضا يتحسس طريق، فهم بيحسسوا بقى قدام بعضهم كده، وقعت يد الفضيل بن عياض على يد هارون الرشيد. فقال الفضيل في نفسه: ما أنعمها من يد إن نجت من عذاب الله غدا. الله أكبر. ده طبعا بيقول الكلام ده بينه وبين نفسه، بس بصوت يعني عالي شوية، كأنه هو همس، كأنه هو همس. طبعا هارون سمع العبارة دي بكى بكاء شديدا، وهارون قال له زدني. فعاد يذكره بحق المهاجرين والأنصار الذين ضاعوا في ضاعت حقوقهم، وتمام. والفضيل وهارون الرشيد يبكي، فهم الجماعة اللي حوالين هارون الرشيد زجروا الفضيل، يعني أنت زودتها أمير المؤمنين جاي لك عشان يسمع منك كلمة ولا حاجة، من ساعة ما دخل بيبكي. نعم. تمام. فقال: أتريدون أن أقول له مثل ما تقولون؟ ما ضيعه إلا أنتم. الله أكبر. أخذ بالك؟ وصدق. فكبر فضيل بن عياض، لأن ما كانش محتاج من حد حاجة، وانت عارف يعني طبعا سفيان بن عيينة كان بيقضي حوائج الناس ويقضي ديون الناس، والكلام ده كل واحد له وجهة يعني. نعم. كل واحد له وجهة، لكن استغناء الفضيل الكامل رفعه إلى السماء. رفعه إلى السماء. الله أكبر. وطول ما أنت مستغني ما فيش حد يقدر يوصل معك لحاجة. سبحان الله. شوف سفيان الثوري بيقول كلمة أيضا، قال: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. الله فعلا. وده والله كلام صحيح فعلا. من صبر على أكل الخبز والملح عاش عزيزا طيلة عمره ولم يستعبده أحد. الله. والناس يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلك الناس إلا الأجوفان، الفم والفرج. سبحان الله. عايز يأكل، بيشتهي أكل عايز يأكله، ده يخليه يطاطي ويخليه ما يقدرش ياخد بعزائم الامور، وما يعرفش يقول اللي في نفسه اذا كان يريد ان يامر بمعروف او ينهى عن منكر، ويخليه يستوطن وما يتحول الى عابر سبيل حقيقي. بالضبط. ويستقر ويقنع. بالضبط. وهذا الكلام كله يحمله الى مغايره الاصل الاساسي اللي وجد من اجله ان يكون عابر سبيل. طيب احنا محتاجين ايضا نستمر في هذه الصورة التي تجلي للناس ما معنى عابر سبيل بشكل حقيقي. أينا. يعني هذا الرجل الذي أراد أن يكون، على الرغم من أنه ملك الدنيا أو أغلبها، كان يقول للغمام: اذهبي حيث شئت وسأتيني خراجك. وهو هارون الرشيد جاء ليسأل وليعالج صورة عنده حتى يستقر على الصورة الحقيقية، وهي عابر سبيل. أسأل الله عز وجل أن يدلنا عليه. أمين. وإليه نكمل بإذن الله عز وجل شيخنا الحبيب. نعم. في عبورنا للسبيل بإذن الله عز وجل مع مشاهدين الكرام، ونقول لهم: انتظرونا بإذن الله عز وجل مع أمسية أخرى من أمسيات عابر السبيل، ومع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.